مطلوبة النهاردة كأس العالم رقم 2، المرحلة الثانية من كأس العالم الخماسي الحديث. المرحلة الأولى كانت في لوس أنجلوس الشهر اللي فات، هما أربع مراحل ثم نهائي. مصر بتلعب فيها المرحلة الثانية السنة دي، والسنة الجاية هتبقى المرحلة الأولى في مصر إن شاء الله. ولغاية طوكيو 2020 الأولمبياد هيبقى دايما في مرحلة تلعب في القارة الإفريقية، وهتكون في مصر بإذن الله. فريقنا النهاردة في نهائي الرجال، كان عندنا خمس لعيبة تأهلوا للنهائي، بطلنا ياسر حفني وإسلام حامد من فريق كبير، أحمد أشرف وشريف ياسر من الناشئين، وفاجئنا مهند طارق من فريق الشباب. الحمد لله البطولة النهاردة كانت البداية من أول السباحة والسلاح، كان دايما موفقة الحمد لله. السباحة عمت فيها كويس، والسلاح قدرت أن أنا أطلع من التوب 3 في السلاح، ده خلاني في جو منافسة مع الناس كلها، مع الأوكرانيين والفرنساويين والألمان. دخلنا بعد كده على الفروسية، ربنا وفقني الحمد لله، كان في عملت عرقين بس، ده كان يعني نتيجة معقولة بالنسبة للقرعة الحصان اللي جالي يعني. بدأت الكومباين الحمد لله بطريقة كويسة، الحمد لله كنت بدأت في المركز الثاني، حصل شوية يعني تعثرات شوية ابس اند داون كده في الرماية، بس الحمد لله فنشت حلو ودخلت في التوب 6 الحمد لله. طبعا دي طبعا بطولة كبيرة جدا، طبعا شرف كبير جدا لمصر انها تستضيفها. انا لعيب 16 سنة، طبعا دي اول مرة بطولة العبها، شرف يعني خبرة كبيرة ليا جدا. المنتخب الحمد لله او الاتحاد بيعدنا البطولات الاهم اللي هي اليوث اولمبيكس اللي هي ان شاء الله 2018، بيلعب اللعيبة الصغيرين عشان يديهم خبرات اكبر، يتعلموا من الكبار، يشوفوا الدنيا عاملة ازاي مع الكبار، عشان حتى لما يلعبوا مع اللي قدهم يبقوا احنا متفوقين عليهم كمهاريا وكده.